علشان كذي احنا الحين قبل شوي تكلمنا عن كان معانا عازف غانون وشيف بنفس الوقت، لكن ما تطرقنا حق موضوع الاكل معاه بشكل كبير، ولكن الحين معانا سعد مقدس هم هو شيف كذلك، علشان كذي راح نتكلم عن الاكلات وشنو ممكن نصائح ممكن يقدمها حق الواحد او حق الشباب اللي قاعد يتابعونا علشان يحافظون على وزنهم برمضان، اللي يبي يمتن برمضان، اللي يبي يضعف برمضان، كل هذا واكثر راح نعرفه مع الشيف سعد مقدس. حياك الله في برنامج كافي شبابي. الله يحييك ويخليك، ان شاء الله مشكورين على الاضافه، وما ادري شنو اقول يعني. حياك الله سعد، احنا اللي راح نخليك تقول. اي انا اللي كنت تسالوني عشان انت شكلك من الريحه مو قادر بعد تتكلم. والله يعان، انا مو متريق بعد، كنت قاعد اطبخ. اوكي، اول شيء سعد قبل لا نشوف اللي داخل نبيك تتكلم بشكل عام، شنو الاكل الصحي اللي احنا ممكن نقدر ناكله برمضان؟ يعني خاصه برمضان الناس تحط الاكل والماك ودهن وهذا عشان يشبعون. انا صراحه انصح بشيء واحد، اللي يعني انا طبعا تخصصي بابليك هيلث سبلاي مانجمنت، طبعا دراسه اكثر شيء سيء يعني برمضان ولا بعد رمضان اللي هو الشكر، وايد سيء على جسم الانسان. يعني سووا بحث في بروفيسور في امريكا 26 سنه ما مرض بسبب انه كان ما ياكل شكر نهائيا، يعني القفشه الواحده ما ياكلها، فكان موقف على الشكر. فانا انصح اي احد يقدر يستخدم يعني انه ما يستخدم شكر بالاكل، يعني الجيمات ما الجيمات وهالسوالف هذه حاول يبطلها برمضان، وخصوصا يعني بعد الاكل يعني حيل سيئه. انا اشوفها طلبك صعب. والله صعب، بس الناس لازم تحاول. يعني انا الحين صار لي 3 اشهر يعني موقف نهائيا شكر. ما شاء الله، والله هذه هي قاعد احاول يعني للافضل، يعني هي بلها اراده. ما شاء الله ما شاء الله، لا اله الا الله عليك. يعني نشوف احنا وايد ناس ممكن انه يتبعون حميه غذائيه او يكونون مسوين دايت صح على مدار السنه، يمكن في ناس لها القدره على مدار السنه، في ناس لا. صح كلامك، انا بعطيك على اللي يقدر على مدار السنه، ولكن اذا يد حزت رمضان ستوب، انا برمضان ما اقدر اسوي دايت. انا واحد من الناس ترى. لا يعني بالعكس، هذا كلامي كان لهم والله، حتى كل الناس القراب مني قاعد احاتي والله ان رمضان راح يزيد وزني لانه ما راح اسوي دايت. بالعكس والله، هذا يعني شيء لا تحط ببالك والله انه والله برمضان يزيد وزني، لا بالعكس. يعني انا الحين مسوي برنامج حق الفولورز اللي عندي بالانستغرام، مسوي تقريبا يمكن 35 بنيه و35 شاب، قبل الفطور الشباب وبعد الفطور البنات، نظام غذائي تغذيه وبرامج تمارين ما تمارين، كل هذا علشان شنو؟ بس انه يحافظون على اوزانهم، يعني لا يزيد وزنه، وبرنامج يكون منظم بالجداول وكل شيء ترتيب يعني حبه حبه، ويستمرون ليه شهر رمضان. بعد شهر رمضان الله كريم، الله كريم ان شاء الله. عموما احنا الحين بنشوف وياك صور راح تطلع ان شاء الله الحين على الهواء، ونبي نتكلم عنها. عموما طلعت صور وما طلعت كانت، كلمنا عن هالصور. طبعا هذه اكلاتك؟ هذه اكلاتي. طبعا بامريكا ما عندي شغل واقعد واطبخ. ف اللي قبل شوي شنو كان؟ اللي هو دي اي، واتوقع تحت عيش. اي دي اي وعيش مكبوس. مكبوس اي مكبوس امريكي، وهذا مربين. وخليني اقول لك ميزه اكلي اللي هي اكلي انا، يعني انا ما شفت احد بصراحه يسوي مثل اكلي، مو يعني غرور ولا شيء، بس اكلي استخدم فيه اي عيش معاي، استخدم فيه البلاك بيري، البلو بيري، الستروبيري، الروزميري، كل البيري ادخله باكلي، يعني طبخي يكون مع الفواكه. شيء غريب هو. إيه؟ انت غريب. هو مو غرور صح، هذا اللي بنعرفه. انا القيت نظره جدا صغيره قبل لا اطلع على الهواء. مثل ما تشوفون هني عندي انا هذا العيش بلو بيري، عندي هني هذا عيش بلو بيري، عيش مشخول ما في دهن ولا شيء. العيش المشخول الناس اللي الصحيين واللي يسوون رياضه يستخدمون العيش المشخول كبس عيش مشخول، ما يضيفون معاه اضافات ثانيه. انا فكرتي وانا رياضي كلاعب جودو صار لي 13 سنه، فحبيت اضيف شيء زياده. البلو بيري فيه وايد اشياء مفيده، مثل الحديد، مثل الفيتامينات اللي فيه، فيتامين سي، فحبيت اضيفه مع العيش المشخول، لا في فات ولا شيء، بالعكس يفيدك. وهم نفس الوقت فيه البلو بيري، فوايد البلو بيري. وعندنا هني الربيان، طبعا هذه حميسه ربيان مع الفراوله، عيوش ومال عيوش وهالسوالف كلها موالح، فشلون انا اكسر الموالح ما اخليه وايد مالح؟ يعني هو مو قصدي ملوحه ملوحه، قصدي ان الموالح اللي هي العيوش،
فاكسرها بشنو؟ اكسرها بالفراوله بالطعم الحلو عرفت، فيغير نكهه الاكل. هي فكره حلوه يعني، خصوصا فكره حلوه بس لما تجربها انت طعمه لما تجربها تصير احلى من الفكره تصير الطعم، لان كل الناس تقول لي شلون مكبوس وفراوله شلون يعني. انا هذا اول شيء مكبوس بلوبيري، مكبوس بلاي بيري شلون يعني، مكبوس بلاك بيري شلون، فمستغربين. وانا ابيكم تجربون قبلنا الناس. لازم انا غطيته عشان لا يبرد، عشان لازم نجربه واحد. ليش غطيناه؟ علشان يعني لا، في نيه، في نيه بالضبط. سعد طبعا انت درست خارج الكويت، دراستك كانت في الخارج، شو اللي خلاك تتجه حق الطبخ؟ كوني كان رياضي الحمد لله، يعني صار لي اكثر من 13 سنه، يعني حبيت المجال انه يكون يعني هيلثي بنفس الوقت مستقبليا، لاني انا ادرس هم مانجمنت وببليك هيلث، فمستقبليا ابي افتح شيء يفيد الكويت، يفيد باكر عيالنا، لان ما شاء الله السمنه الحين صايره وايد عاليه، الناس قاعده تاكل مو حاسب نفسها، شكلت بار ما شكلت بار وهالسوالف. فانا هدفي شنو؟ باكر يكون في اكل صح، نادي صح، تمرين صح، عشان باكر صحتهم تكون صحيحه، يعني مو يمشون على شيء ما يدرون هم شنو فيه. فعشان كذي مسوي برنامج انا حق رمضان نعلم الناس فيها شلون انه يلتزمون بالتغذيه، شلون يلتزمون بالتمارين. بالضبط، اكيد احنا نبي الكل جاسم يستفيد معنا. بما انك ذكرت انك تعرض نصايح في الانستغرام، فنبي نعرض الانستغرام اللي هو ايه اوكي ماشي. ممكن تقولها حقنا الانستغرام مالك؟ شيف سعد، شيف اندرسكور سعد، سي اتش اي اف اندرسكور اس اي اي دي، شيف اندرسكور سعد، حق الكل اللي يحب يتابع الشيف سعد ونصايح الغذائيه خاصة حق رمضان. على طاري الانستغرام، بما ان انت جبت طاري الانستغرام، انت قلت ان انت مسوي برامج حق الفولورز اللي عندك، انزين لك مكان ثاني غير الانستغرام مثلا محل مطعم؟ لا انا حاليا للحين ادرس، انا برا ان شاء الله باقي لي سنه على تخرج، بس راح اقعد زياده ما نبي نرجع، فان شاء الله باذن الله بس اخلص راح افتح بزنس انا بامريكا، وراح افتح بزنس بالكويت. راح تفتح بزنس بامريكا؟ بامريكا، وراح افتح بزنس بالكويت. متى ان شاء الله؟ بعد سنه ان شاء الله يعني، اذا ربك قدر. سنه ان شاء الله، سنه ان شاء الله، موفق ان شاء الله. ننطر ننطر ننطر. اللي قلت انت الشيء اللي قلته من بدايه ما استضفناك هنا، قلت ان انت مو بس تقدم نصايح مثلا والله غذائيه، قلت ان انت ايضا تحط تمارين، تسوي جدول تمارين. اسوي تمارين جدول، يعني حتى لو تشوفون عندي انا بالانستغرام كان في طالب يعني صاحبي معي بامريكا طلب مني اني يعدل جسمه خلال اقل من شهر، واعتقد الانستغرام الفولورز تبعي يعني شايفين شنو انا قدمت حق الاصبعي. 3 اسابيع من كرش صار معده ما شاء الله، يعني مو بس يعني شوف انا اقول غذائي، صرت بعد هم بيرسونال ترينر يعني. اي يعني انا صار لي 13 سنه عندي خبره كلاعب جودو لعبه قتاليه، يعني الحمد لله بطل الكويت وبطل آسيا وبطل الخليج، فهالإمكانية عندي شلون أعرف جسم اللاعب، شلون أستخدم جسم اللاعب، شلون أحرق جسمه يعني بالفات اللي فيه، شلون أمرنا عشان يوصل حق نتيجة. 3 أسابيع الناس ما صدقت شلون 3 أسابيع أنت تغير إنسان كذي، وكله هو ترى تغذية، يعني كل اللي كان يستعمله سعد أنا كليت كذي كذي كذي، شنو أسوي؟ أقول أكل كذي، فشنو أسوي؟ كذي كذي كذي، فكان يمشي معي حبة حبة لما نوصل حق نتيجة اللي هو كان يبيها. حلو. وهذا اللي حين أسوي حق برنامجي اللي حق رمضان. يعني صرنا قمنا نشوف الشباب يتنافسون معنا حتى بالطبخ. والله صراحة أنا أقول لكم صراحة، منافسة الحين البنات بالبرنامج مالي أكثر من الشباب. والله. يعني حسم إنه يبي يتمرنون أكثر من الشباب. بالعكس شيء حلو لما نشوفهم يتنافسون على شيء زين. على يعني. شيء زين، هذا هو. أكيد بالنهاية هذه صحتهم. أنت عفواً قلتي إن الشباب قاعد ينافسون البنات. إيه بالضبط، يعني قاعد ينافسونا بالطبخ. خلاص. أنا اللي أعرفه إن أصلاً أحسن الطباخين شباب. أي هذا. لا جاسم ما يصير أنت تكون كذي عنصر، يعني أنا ما قلت شيء. أنا اللي سامع اللي سامع إن إيش رأيك بالكلام؟ أنا وياك بالرأي. أحسن طباخين شباب. أوكي أقوم أنا أخذ الجدر وأقوم. خلي الجدر خلي. نيعان والله. الجدر قلت انه في اشياء تميزك اللي هي البلوبيري والفراوله والستروبري، حطيتها مع العيش. انا لو تشوف بعد بصوري يعني افضل الناس تدش تشوف، يعني اغلب الطبخ بالستروبري، يعني الفراوله وايد استخدمها بالطبخ، لان بامريكا رخيصه الفراوله. يعني حتى البلوبيري بلاك بيري هذيل رخاص يعني بمزارع، ما مزارع تاخذ لك سله كامله 5 دنانير،
هني الكرتون هالكبره فيها 10 حبات. انا هذا اللي بسالك اياه، ان كل شيف او كل طباخ يكون في عنده شيء يميزه يستخدمه وايد في طبخاته، فانت تستخدم الفراوله. انا استخدم الفراوله والروزميري مع كل شيء. مع كل شيء. هذا الشيء غريب اللي انا كنت بسال عنه. يعني شوف انا اقول لك، يعني انا ما شفت احد للحين لحد الان يستخدم مثلا عيوش مع عيوش مع الفواكه هذه، ولا يعني ما حد شفت. لا ولا انا صراحه لا. فانا اتمنى انك تذوق عشان الناس تعطي رايك حق المشاهد. راح نذوق يعني تسوي مكبوس فواكه. مكبوس فواكه اللي هي مخصصه البيرز يعني. بالضبط هذا كان سؤالي لك، في كل الفواكه ممكن مو كل الفواكه، متخصص بالبيريز يعني البلاك بيري، البلو بيري، الستروبيري، الروزميري، عرفت هذيل اللي اكثر شيء انا استخدمه. احنا بس ما جربت الريد بيري. لازم تجربه عيال، لازم تجربه وتجيب لنا الياه المره الجايه. احنا ما راح نتكلم وايد عن اللي داخل هذا الجذر، لازم نذوق. اوكي معنا جاسم الحين تغرير. معنا تغرير. اول شيء قبل التغرير سعد يعطيك العافيه، افكارك وايد فادتنا، وايد جديده، وشيء حلو ان احنا قاعد نسمع هالافكار هذه. ما قصرتوا على كافيه شباب، يعني اذا صار في توسع حق هالافكار هذه من غيرك يعني من الشبس، فراح نعرف ان هي طلعت من كافيه شبابي ومنك انت بالذات. حبيبي كل الشكر لك على وجودك معنا في برنامج كافيه شبابي، وموفق ان شاء الله في البزنس وبدراستك يا رب. ما قصرت حبيبي. عموما الحين من البيريز راح نروح حق شيء عتيج شوي وموجود في كل سفره خصوصا